وسط حالة من التوتر الأمني والتجاذب السياسي، يأتي قرار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. الإعلام الرسمي يقول إن قرار المرزوقي جاء بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وكذلك عدد من القيادات الأمنية والعسكرية. إنها المرة 10 على التوالي التي تمدد فيها حالة الطوارئ منذ أن فر الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية في يناير من عام 2011. قانون الطوارئ يعطي الداخلية التونسية صلاحيات عدة، منها حق وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات والتجوال وفرض الرقابة على الإعلام. وكانت الداخلية واجهت مأزقاً صعباً خلال الأيام القليلة الماضية. عشرات السلفيين حاولوا اقتحام مقرين للحرس الوطني غربي العاصمة التونسية، تصدى لهم رجال الأمن لتندلع مواجهات أسفرت عن مقتل عضو في التيار السلفي وإصابة 3 من أفراد الأمن. تطور دفع برجال الشرطة إلى تنظيم اعتصام مطالبين بسن تشريعات جديدة لحمايتهم أثناء تأدية عملهم. تصعيد سبقه اعتصام من نوع آخر للصحفيين، إذ يتهمون الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالسعي لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير. لم تستتب الأوضاع إذن لحكام تونس الجدد، فالتحديات ما تفتأ أن تتجدد أمام الترويكا الحاكمة التي لم تنجح حتى الآن في إرضاء أطراف تتباين توجهاتهم ومطالبهم.